الإخوة يرجون أن ندعو لآبائهم وذويهم إن شاء الله بالتوبة وبصلاح الحال، نسأل الله لهم إن شاء الله التوبة. سؤال فقهي في موضوع الزكاة إن شاء الله يرجع بنا حضرش الجواب ديالو. أحد بعض الإخوة يقول بأن هنالك ظاهرة سيئة أن بعض الناس يتسولون ببعض بتمائم أو أسماء الله الحسنى ويبيعونها في موسم الصيف. طبعا الذي يشتريها منهم هؤلاء ليسوا من الناس الذين يفهمون شيئا من دينهم، فأناس هناك أناس يريدون اغتنام كل شيء من أجل أن يحصلوا على المال، فبعضهم يأخذ أسماء الله الحسنى وبعضهم ربما يكتب لوحة، بعضهم يكتب لوحة كأنه طالب قرآن وكذا ويتجول بها والناس يعطفون عليه ويعطف. غالبا ما تسألوا أولئك، كثير ما تسألهم، تأخذ طالبا ليس له علاقة بالطلبة ولا بالقرآن، لا يعرف شيئا، يعني ما تصورش بأنه مطلبة فعلا ندير، ما يجيب شي جلابة مدربلة ويجيب كذا ويدير واحد اللوحة ويقول الله يخليك عاوني كرموا لي هذا. أنت واش وصلت لهذه الدرجة باش أنك تبقى تسول في الزنقة باللوحة ديال القرآن ولما تسولوا هذا وقعت مرة شوية نشوف أجل هذيك اللوحة مزيان قرا لي واسمها هادشي فيها، قال والله ما أنا غير بدا ندور بها وصافي. هذا أسلوب من الأساليب ديال الزمن السيء، الزمن الرديء، هذا زمن رديء، ما هذا دار هذه واحد آخر يدير أسلوب آخر، شي واحد يقول خطاط، مرة نشوف واحد الإنسان يقول أنا خطاط ممتاز وعندي واحد مجموعة ديال وعنده صور، قلنا كل شيء معدل الآن وجبت ندير واحد المعرض ولكن ما استطعتش باش نمشي الآن حبستو خصني باش نرجع لبلادي وخصني يعاونوني وخصني، وشفت ديك الأوراق فيها فعلا فيها خط جميل كذا، قلت هذا الخط ديالي هذا ممتاز، قال بعد السبورة قريبة قال الله يخليك ديرنا شي ديرنا شي بركة هنايا في هذا السبورة بعدا باش تبقى هنايا سمحوا لي معنا. قال لك ما نعرفش ما أنا هذاك ناداها من شي واحد وصافي وغادي. ولذلك المسلمين ما خصهمش يكونوا مغفلين أيها الإخوة، المسلمون لا يجوز أن يبقوا مغفلين باش نفتحوا المجال هذا، حتى العمل الخيري والعمل الإحساني يجب أن يكون منظما فيما بين الناس ثلاثة أربعة كذا يقوموا بأحد العمل، ولكن أحسن يكونوا معاه ويشرفوا عليه ويحسن علاش؟ لأن هذا الخير تلاحظوا الآن كاين واحد الاندفاع الحمد لله ديال الخير، وكاين اللي لهم يديروا الخير هنا وهم المسلمون، خليونا براحتنا من هذا، كنت تسمعوا في التلفزيون داكشي الريح في التسريح ما كاين والو داكشي. المسلم المؤمن هو الذي يؤمن بالخير ويعطي بلا حساب لأنه يؤمن بالآخرة. ما كنت تشوفوا الآن من خلال العروض ومن خلال المآسي ديال الأمة، ولكن الحمد لله الخير في 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 ولكن هؤلاء أيضا هؤلاء المسلمون يجب عليهم أن ينظموا أنفسهم ويشرفوا على أعمالهم. ما كان بعض المرات نمشيو لشي مؤسسات مثلا بحال الخيرية نجبروا بعض المرات امرأة غريبا هذا يقع في كثير امرأة من